بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد. أبناء الطلاب والطالبات المرحلة الثانوية النظام الفصلي المستوى السادس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع درسنا: الدولة السعودية الأولى، الدولة السعودية الثانية. التمهيد: الدولة السعودية الأولى وتبدأ عام 1157 هجري عندما أسسها الإمام محمد بن سعود بالدرعية، وينتهي هذا الدور عام 1233 للهجرة بعد سقوط الدرعية على يد إبراهيم باشا قائد الحملة العثمانية، والذي أرسله والده محمد علي باشا للقضاء على الدولة السعودية الأولى. من أهم عناصر الدرس ومحاور الدرس راح نتعرف على جذور الدولة، مانع المريدي، الدرعية، الإمام محمد بن سعود، توحيد البلاد واحد، توحيد البلاد اثنين، امتداد الدولة، نهاية الدولة، المنجزات الحضارية، دروس وعبر. سؤال: سمي حكام الدولة السعودية الأولى. حكم الدولة السعودية الأولى أربعة حكام وأئمة. أولا الإمام محمد بن سعود من سنة 1157 حتى وفاته سنة 1179، أتى بعده الإمام عبد العزيز بن محمد سنة 1179 حتى وفاته سنة 1218، بعده الإمام سعود بن عبد العزيز سنة 1218 حتى وفاته سنة 1229، وأخيرا الإمام عبد الله بن سعود من سنة 1229 حتى وفاته أو حتى سقوط الدولة السعودية الأولى سنة 1233 للهجرة. سؤال: كم دامت فترة حكم كل من الإمام محمد بن سعود؟ دامت فترة حكمه 22 سنة، الإمام عبد العزيز بن محمد دامت فترة حكمه 39 سنة، الإمام سعود بن عبد العزيز دامت فترة حكمه 11 سنة، الإمام عبد الله بن سعود دامت فترة حكمه 4 سنوات. الدولة السعودية الأولى متى قامت؟ قامت عام 1157 للهجرة. متى انتهت؟ عام 1233 للهجرة. كم سنة استمرت؟ استمرت حوالي 76 سنة. سمي القبيلة التي تعود جذور الدولة السعودية إليها. تعود جذور الدولة السعودية إلى العمق التاريخي للأسرة المالكة، أسرة آل سعود، والتي ترجع إلى بني حنيفة من قبائل بكر بن وائل، والتي قدمت من الحجاز إلى اليمامة وسط شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام بقرنين. مانع المريدي ودوره. مانع المريدي هو جد أسرة آل سعود، حيث انتقل من شرق الجزيرة العربية إلى العارض سنة 850 للهجرة بدعوة من ابن عمه ابن درع، حيث استقر في بلاد أجداده، وأقطعه ابن عمه ابن درع موضعي المليبيد وصيبة، والتي أنشأ فيها مانع بلدة الدرعية الجديدة. الدرعية تلك البلدة التي أنشأها مانع المريدي جد أسرة آل سعود، حيث قام بتعميرها وازداد سكانها من عشيرته وغيرهم، بالإضافة إلى أن هذه البلدة ازدادت قوتها في عهد مقرن بن مرخان بن إبراهيم، وفي عام 1132 تولى إمارتها سعود بن محمد بن مقرن الذي تسمى الأسرة المالكة باسمه اليوم. سؤال: تمتع الإمام محمد بن سعود بشخصية قيادية، ناقش ذلك. الإمام محمد بن سعود، والذي ولد ونشأ في الدرعية، تولى إمارتها سنة 1139، نجح في تأمين الاستقرار في بلدة وإمارة الدرعية، استطاع أيضا أن يؤمن طرق التجارة والحج والتي تمر بالدرعية، كذلك أوجد نظاما اقتصاديا والذي يدر بعض العوائد لتلك البلدة، بالإضافة أيضا إلى تأييده لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية، تلك الدعوة التي تقوم على نشر العقيدة الصحيحة والقضاء على البدع والخرافات، وأخيرا استطاع تأسيس هذه الدولة، الدولة السعودية الأولى عام 1157 للهجرة. توحيد البلاد واحد،
مرت الدولة السعودية بمراحل متعاقبة في اتساعها، حيث بدأت أولاً بتوحيد بلدان نجد، واستغرق ذلك منها أكثر من 40 عاماً. نجحت في تلك المرحلة من ضم عدد من بلدان نجد، من أهمها ضرما، حريملا، شقرة، العيينة، بالإضافة أيضاً إلى أنها استطاعت ضم وسط نجد من أهم تلك المناطق أو البلدات، الوشم، صدير، بلدان القصيم، الرياض سنة 1187 للهجرة، الخرج والمناطق الجنوبية منه، وأقصد في ذلك الحوطة والأفلاج ووادي الدواسر. وهذه الخريطة تبين اتجاه القوات السعودية وسيطرتها وسيطرتها على تلك المناطق بشكل كبير. أيضا ضم المناطق الشمالية مثل جبل شمر، تيمة، دومة الجندل، خيبر، ضم الأحساء، وكانت بدايتها بحملة العيون سنة 1198، والتي قادها الإمام سعود بن عبد العزيز، وكان الهدف هو استطلاع قوة العدو والوقوف على تحصيناته. بعد ذلك حملة سليمان بن عفيصان، والتي أمر بها الإمام عبد العزيز بن محمد، تلاها معركة الشيط سنة 1207 للهجرة، والتي استطاع فيها سعود بن عبد العزيز هزيمة زعيم بني خالد براك بن عبد المحسن، وعلى أثرها تم ضم الأحساء. توحيد البلاد 2، ضم جنوب غرب البلاد، بداية بضم بيشة سنة 1213، تلاها توحيد عسير بعد انضمام أحد زعمائها ويسمى عبد الوهاب أبو نقطة لقادة الدرعية، وكذلك ضم المخلاف السليماني، والمخلاف السليماني هو التسمية التاريخية لمنطقة جازان. ضم الحجاز، وكان يحكم الحجاز في ذلك الوقت الأشراف، والذين كانت علاقتهم مع قادة الدولة السعودية الأولى تتسم بالتوتر، فقد منع الأشراف أنصار الدعوة من الحج في مواسم متعددة. ومن ثم تطور الموقف إلى العمل العسكري، حيث حدثت معركة شهيرة سميت معركة الجمانية. وهنا يجرنا إلى سؤال مهم: متى وقعت معركة الجمانية وما نتائجها؟ وقعت سنة 1210 للهجرة. نتائجها: 1- انتصار القوات السعودية، 2- تحول موقف الأشراف من الهجوم إلى الدفاع. تلا ذلك أن الشريف غالب بدأ يصالح الدولة السعودية الأولى سنة 1213 للهجرة، تلا ذلك ضم الطائف على يد أحد الزعماء ويسمى عثمان المضائفي. استمرت بعد ذلك المناوشات بين الطرفين الأشراف وقادة الدولة السعودية الأولى، حتى انتهت باستسلام الشريف غالب وطلب الصلح سنة 1221 للهجرة. سؤال: بلغت الدولة السعودية الأولى أقصى اتساع لها في عهد الإمام سعود بن عبد العزيز، اذكر حدودها. طبعا هذه الخريطة أمامنا الملونة باللون الأخضر تبين اتساع وامتداد الدولة السعودية الأولى، ويتضح لنا من خلال هذه الخارطة مدى اتساع وامتداد هذه الدولة، حيث امتدت من أطراف الشام شمالا إلى عمان جنوبا، ومن الحجاز غربا إلى الخليج العربي شرقا، وهذا الامتداد وصل إلى أقصى اتساع له بعهد الإمام سعود بن عبد العزيز. سؤال: عدد أهم أسباب نهاية الدولة السعودية الأولى. هناك عدة أسباب، لعل من أهم الأسباب: 1- تكالب الأعداء وتسخير إمكانياتهم لإسقاط الدولة، 2- الحملات العسكرية العثمانية من العراق والشام، وأخيرا الحملات العثمانية والتي انطلقت من مصر. سؤال: عدد أهم الحملات العثمانية التي انطلقت من مصر ضد الدولة السعودية الأولى وما نتائجها. هناك حملتين، الحملة الأولى كانت بقيادة طولسون باشا، وكانت عام 1226، وانتهت بتوقيع اتفاق مع الإمام عبد الله بن سعود والعودة الحملة إلى مصر. الحملة الثانية كانت بقيادة إبراهيم باشا، انطلقت عام 1231، واستطاع إبراهيم باشا من حصار الدرعية لمدة تزيد على 6 أشهر، وبالتالي سقوط الدولة السعودية الأولى عام 1233 للهجرة. سؤال: صف بعضا من المواقف التي تدل على حقد الدولة العثمانية ضد الدولة السعودية الأولى. هناك عدة مواقف تدل على حقد هذه الدولة، من أهمها
عند سقوط الدولة تعذيب الإمام عبد الله بن سعود مع عدد من رجاله وقتلهم أمام الناس. 2 إحراق الدرعية وبلدان نجد من حولها. 3 قتل العلماء والمشايخ وعامة الناس. 4 إرسال عدد من أسرة آل سعود وأحفاد الشيخ محمد بن الوهاب إلى مصر. عدد أهم الجوانب الحضارية زمن الدولة السعودية الأولى. أولاً الإدارة والحكم، يتولى إدارة البلاد الحاكم الذي هو الأمير الذي يتم اختياره أو مبايعته، ومن مهمته الإشراف على شؤون الدولة بصفة عامة من تطوير وحماية ومتابعة وقيادة الجيوش. 2 ولاية العهد، حيث أصبحت البيعة جزءاً أساسياً من نظام الدولة، حيث كان يتم اختيار ولي العهد ومبايعته، وحدث ذلك في عهد الإمام عبد العزيز بن محمد سنة 1202 للهجرة عندما اختار ابنه الإمام سعود وليا للعهد. 3 الجيش، يقوم على أساس دعوة الإمام للنواحي والبلدان لتجهيز الجيش. 4 بيت المال، ومهمته إدارة الأمور المالية للدولة بصفة عامة. 5 الحياة العلمية، حيث انتشرت الكتاتيب وحلقات العلم وصناعة الوراقة لتدوين المخطوطات. دروس وعبر. سؤال: ما الأساس الذي قامت عليه الدولة السعودية الأولى؟ قامت الدولة السعودية الأولى على أساس الدين الصحيح دون زيادة أو نقصان، والخالي من البدع والخرافات، وتحقيق العدالة للجميع وفق الشرع الإسلامي. سؤال: بماذا تميزت الدولة السعودية الأولى؟ لا شك أن الدولة السعودية الأولى تميز بأنها حققت أول وحدة سياسية وشعبية في غالب أجزاء الجزيرة أو شبه الجزيرة العربية بشكل غير مسبوق منذ الوحدة التي حققها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في شبه الجزيرة العربية. سؤال: علل سقوط الدولة السعودية الأولى. تكالب الأعداء وتسخير إمكانات وبلدان وأسلحة جديدة وخبرات أوروبية وتركية، ورغم ذلك كان هذا السقوط مؤقتا. سؤال: اذكر أبرز الأحداث التاريخية للدولة السعودية الأولى. عام 1157 للهجرة تأسيس الدولة السعودية الأولى. عام 1179 للهجرة وفاة الإمام محمد بن سعود يتولي ابنه عبد العزيز الحكم. سنة 1187 ضم الرياض. سنة 1233 للهجرة سقوط الدرعية ونهاية الدولة. نأتي الآن للدولة السعودية الثانية ونبدأ بالتمهيد، حيث أن الدولة السعودية الثانية وتبدأ عام 1240 للهجرة على يد الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود، وينتهي هذا الدور عام 1309 للهجرة عندما استأثر آل رشيد بحكم نجد، ورحيل الإمام عبد الرحمن بن فيصل بن تركي آخر أئمة الدولة السعودية الثانية إلى الكويت، ومعه جميع أفراد أسرته من آل سعود. أهم عناصر ومحاور الدرس: نظام الحكم والإدارة، الرياض العاصمة، حملات محمد علي باشا، نهاية الدولة، دروس وعبر. سؤال: سمي حكام الدولة السعودية الثانية. الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود من سنة 1240 حتى وفاته سنة 1249. الإمام فيصل بن تركي فترة حكمه الأولى سنة 1250 حتى سنة 1254 للهجرة. الإمام فيصل بن تركي فترة حكمه الثانية من سنة 1259 حتى وفاته سنة 1282 للهجرة. الإمام عبد الله بن فيصل بن تركي فترة حكمه الأولى من سنة 1282 حتى سنة 1288 للهجرة. الإمام سعود بن فيصل بن تركي من سنة 1288 حتى سنة 1291. الإمام عبد الرحمن بن فيصل بن تركي فترة حكمه الأولى سنة 1291 حتى سنة 1293 للهجرة. الإمام عبد الله بن فيصل بن تركي فترة حكمه الثانية سنة 1293 حتى سنة 1305. الإمام عبد الرحمن بن فيصل بن تركي فترة حكمه الثانية من سنة 1307 حتى سنة سقوط الدولة 1309 للهجرة. سؤال: عدد أهم الأعمال البطولية للإمام تركي بن عبد الله لتأسيس الدولة السعودية الثانية.
لا شك أن شجاعته بسيفه المشهور الأجرب لمواجهة الحاميات العثمانية وطردهم من البلاد. ثانيا، إنهاء موضوع محمد بن مشاري بن معمر وقتله لتعاونه مع الحامية العثمانية. ثالثا، استقراره في الرياض واتخاذها عاصمة للدولة عام 1240 للهجرة. الرياض العاصمة. عرفت الرياض على مر العصور بأسماء عديدة، اذكرها. أولا حجر اليمامة، ثانيا مقرن، وثالثا الرياض. علل. تسمية الرياض قديما بحجر اليمامة لأنه عندما قدم إليها بنو حنيفة قبل الإسلام وجدوها منطقة خالية من السكان، وقرر أحد زعماء بني حنيفة ويسمى عبيد بن ثعلب الحنفي أن يحتجر بها 30 دارا وثلاثين حديقة. علل. اتخاذ الإمام تركي بن عبد الله الرياض عاصمة لدولته لعمقها التاريخي الذي يعود إلى أسلافه من بنو حنيفة منذ أكثر من 1400 سنة. حملات محمد علي باشا على الدولة السعودية الثانية. سؤال: ما الحملات العسكرية التي أرسلها محمد علي باشا على الدولة السعودية الثانية وما نتائجها؟ محمد علي باشا أرسل حملتين. الحملة الأولى كانت بقيادة إسماعيل بك، وكان ذلك سنة 1252 للهجرة. نتيجتها أن الحملة فشلت بسبب هزيمتهم في معركة شهيرة سميت معركة الحلوة عام 1253 للهجرة. كرر محمد علي باشا إرسال حملة أخرى وكانت بقيادة خورشيد باشا، وكان ذلك سنة 1254 للهجرة، ولكنها هذه الحملة لم تحقق النجاح بسبب معاهدة لندن، تلك المعاهدة التي أجبرت محمد علي باشا على سحب قواته من شبه الجزيرة العربية. سؤال: عدد أسباب نهاية الدولة السعودية الثانية. هناك أسباب عديدة لعل من أهمها: أولا النزاع بين الأخوين عبد الله بن فيصل وسعود بن فيصل، ثانيا خروج أبناء الإمام سعود بن فيصل ضد عمهم الإمام عبد الله بن فيصل، ثالثا استغلال محمد بن رشيد الأحداث الداخلية للدولة لتحقيق طموحات شخصية، وأخيرا انتصار بن رشيد على عبد الرحمن بن فيصل في معركة شهيرة سميت معركة حريملاء، وكان ذلك سنة 1309 للهجرة. دروس وعبر. ما الأثر الإيجابي الذي ارتبط بقيام الدولة السعودية الثانية؟ لا شك أن قوة الارتباط والالتفاف بين الأهالي وقادتهم يعتبر أثرا إيجابيا ارتبط بقيام الدولة السعودية الثانية. سؤال آخر: ما الأثر السلبي الذي ارتبط بسقوط الدولة السعودية الثانية؟ لا شك أن النزاع الداخلي الذي عصف بهيبة الدولة يعتبر أثرا سلبيا أدى إلى سقوط الدولة السعودية الثانية. سؤال: اذكر أبرز الأحداث التاريخية للدولة السعودية الثانية. عام 1240 للهجرة قيام الدولة السعودية الثانية، عام 1282 للهجرة وفاة فيصل بن تركي والنزاع بين أبنائه، عام 1309 للهجرة نهاية الدولة السعودية الثانية. وبكذا نكون انتهينا من درسنا، مع تمنياتي لكم بدوام التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.